بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يسر إخوانكم في موقع التوحيد أن يقدم لكم هذه المادة. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء يعني ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الباب كالبابين قبله. أراد المؤلف بهذه الأبواب التحذير من الغلو في قبور الصالحين والأنبياء والملائكة وغيرهم، أن الواجب على المؤمن الحذر من الغلو في الصالحين مطلقا، أنبياء أو صالح أو ملائكة أو غيرهم، يجب الحذر من ذلك، لأن من قبلنا ابتلوا بهذا الشيء ووقعوا فيه من اليهود والنصارى، واجب الحذر من ذلك. ولهذا تقدم قوله رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم والغلو في الصالحين. وتقدم قوله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبل رجل صالح فكيف إذا عبده. ثم ذكر الباب هنا: باب ما جاء أن الغلو في قبول الصالحين يصيرها أوثانا فمدوا منه إلا. والمقصود من هذا الحذر من الغلو في أهل الصلاة، سواء كانوا أنبياء أو ملائكة أو غيرهم، الواجب أن ينزلوا المنزلة التي أنزلهم الله إياها، فلا يدعون مع الله، ولا يستغاث بهم، ولا ينذر لهم، ولا تتخذ قبورهم مساجد، ولا يطاف بها، إلى غير ذلك. وقد وقع هذا في بني إسرائيل، فاتخذوها مساجد وعبدوهم من دون الله من اليهود والنصارى، وقع في هذه الأمة الذي خافه صلى الله عليه وسلم، وقع في هذه الأمة، فاتخذت كثيرا من القبور آلهة تعبد من دون الله، كما وقع في كثير من أمصار الأمصار، كما وقع في مصر عند قبر الحسين والبدوي وغيرهما، وفي العراق عند قبر أبي حنيفة وعند قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني وقبور أخرى. فالواجب على أهل الإسلام الحذر من هذه الفتنة والبلية، أما زيارة الصالحين للسلام عليهم والدعاء لهم لا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها ذكركم الآخرة. فالزيارة للتذكير للذكرى والدعوة إلى الأموات هذا لا بأس به. أما أن يزاروا ليدعوا من دون الله، ليصلى عند قبورهم، ليعكف عند قبورهم، ليتبرك به، هذا هو المنكر. وإذا كان الأمر فوق ذلك بأن دعوا مع الله واستغيث بهم صار الأمر أكبر، وهذا الشرك الأكبر. روى مالك الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتغل مالك ومالك بن انس بن مالك بن ابي عامر الاصبحي رحمه الله، امام دار الهجره في زمانه، احد الائمه الاربعه، المتوفى سنه 79 و100 رحمه الله. روى مالك الموطأ كتاب رحمه الله جمع فيه اثاره واخبار سماه الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا عن زيد بن أسلم ومرفوعا متصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا يبين أن اتخاذ القبور مساجد تسمى أوثان، إذا عبدت من دون الله صارت أوثانا مثل ما تعبد الأصنام والأشجار والأحجار. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني مصلى صلون عندها سواء عبدوها أو ما عبدوها، لا يجوز، لأن الصلاة عندها وسيلة إلى الشرك بها.
وهكذا فعلوا مع اللات كما روى ابن جرير، شخص كان يلت السوق بالحاج في الطائف، فلما مات عكفوا على قبره وعكفوا على الصخرة التي كان يلت عليها، كان يساعد الحاج يلت لهم السوق ويساعدهم، فقالوا هذا رجل صالح، فعبدوه من دون الله واستغاثوا به وصار وثنا معروفا عند الجاهلية. وهكذا منات في الجاهلية صخرة تعبد في المشلل عند قديد في طريق المدينة إلى مكة، فأنزل الله في هذا قوله سبحانه: أفرأيتم اللات والعزى هم لات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالواجب الحذر مما فعله أولئك، لا مع القبور ولا مع الأصنام ولا مع غير ذلك، لأن ما وقع فيه الأولون يوجب لنا الحذر حتى لا يصيبنا ما أصابهم. فلما وقع الأولون في الغلو في اللات والعزى ومناه في غيرها، وجب على المتأخرين أن يحذروا حذرهم وألا يتشبهوا بأولئك الهالكين. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم لعن، قال لعن، قال لا لعن الرسول الله، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتخذين القبور مساجد، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوار راس القبور والمتخذين عليها مساجد والسروج. وفي الاخر لعن رسول زائر راس القبور والمتخذين عليها مساجد والسروج. الشاهد قوله المتخذين عليها مساجد والسروج، زوار راس القبور النساء، لكن المقصود من الحديث ذكر المتخذين المساجد والسرج، لأن اتخاذ المساجد عليها وإسراجها وتعظيمها وسيلة إلى تعظيمها بالشرك بعبادتها من دون الله. وأما زيارة النساء مسألتها معروفة، لا يجوز زيارة النساء لأنهن ضعيفات قليلات الصبر، ومن رحمة الله ومن إحسانه أما منعهن من الزيارة. كانت الزيارة مشروعة للجميع ثم منعنا من الزيارة، وقرت زيارة الرجال ومنع النساء من الزيارة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أولا نهى عن الزيارة مطلقة لما كان الناس حديث عهد من شرك، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة، ثم منعت للنساء لأنهن ضعيفات صبرهن قليل، فمن رحمة الله منعنا من الزيارة. أما الرجال فيفرض لهم الزيارة للذكرى، زوروا القبور فإنا نذكركم الآخرة، كان النبي يزورها عليه الصلاة ويقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله لكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وعلم أصحابه ذلك عليه الصلاة والسلام، فهي تشرع للرجال للذكرى، ذكر الموت والآخرة والدعاء للموتى بالمغفرة والرحمة. أما اتخاذ المساجد على القبور فهي من وسائل الشرك، وإذا كان مع ذلك إسراج وتنوير وتطييب كان الأمر أشد وأخطر، نسأل الله السلامة والعافية، وفق الله الجميع. نعم. ما يجوز تبارك، تبارك من أوصاف الله، تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك، لكن يقول بارك الله فيك، بارك الله في زيارتك، بارك الله لنا في فيك، ما أشبه ذلك. أحسن الله عليك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه. نعم، وقع وقد وقع، خاف وقوعه وقد وقع، واشتهر. اللهم استعان ولا شيء، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ما شاء من الذي يشفع عنده. نعم. تفسير العبادة في المسائل. أن فيه. قال في المسائل تفسير العبادة. لأنها من العبادة، يعني دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات ودعاء الميت هذا عبادة، لأن قال لا تقول وثنا يعبد، يعني يدعى من دون الله يستغاث بالله، فالعبادة دعاء الميت والاستغاثة بالميت عبادة لله، كما أنها مع الله عبادة لله، يا اللهم اغفر لي عبادة لله، اللهم ارحمني عبادة لله، اللهم آتني الجنة عبادة لله، اللهم أنجني من النار عبادة لله، اللهم ثبتني على الحق عبادة. فإذا قالها المخلوق يا سيدي ولا انصرني أو أنا في جوارك أو أنا في، فقد عبده. صلى الله عليه شيخ، إذا استغاث بقبر أحد الصالحين، إذا استغاث بقبر أحد الصالحين وهو جاهل عليك فر، نعم، شرك أكبر إن شاء الله، هذه من الأمور اللي ما تخفى بين المسلمين. والله ولو هذا من الكفر الأكبر، ولا يعذر بقوله إني جاهل، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، لكن إذا كان صادق يبادر بالتوبة.
البلدان يا شيخ سبحان الله إليك. في بعض البلدان يطوفون. نعم في مصر والشام وغيرها. نعم. طيب يكفرون وجه. نعم نعم. الرسول كفرهم كفرهم المسلمون قاتلوهم قاتلوا المثليين وفيهم العامة اللي ما يعرفون شيء تبع لرسل شهاداتهم. حتى في بعض الدول أوروبا أمريكا مثلا شيخ. نعم. الذبح لغير الله. نعم شيخ. قل إن صلاتي ونسكي محيي مناتي لله رب لا شريك له. هذا خاصة في الدول العامة تبع القادة. نعم تبع الكفار تبع اليهود والنصارى وأشبههم. غادتهم تبع الله ونسأل الله العافية. عامتهم تبع الله. نعم أحسن الله إليك. الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم من الوسائل ما يجوز. اللهم إن اسم جاه النبي هذا ما يجوز. أو اللهم إن أسمك بنبيك أو بالصالحين أو بجاه الصالحين. قال أن لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. الحجة قائمة لأن الله جل وعلا قال هذا بلاغ للناس كتابه بلاغ للناس وقد بلغ المشرق والمغرب والناس أعرضوا عن القرآن ولا يريدونه. سبحان الله. لا قول شيخه وقول إمامه عنده أكبر من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو سبحانك الله. يا من الله شيخ. الله عليك يا شيخ. الله بالنافع. الشيخ المريض.